فضائله. جود مورنينج، صباح الخير، صباح الود، صباح يوم جميل وراء لكم يا رب ان شاء الله. جود مورنينج قبل فرح. جود مورنينج قبل فرح كنا والعهده على الراوي كنا يعني الاحتقان قرب. لا تقول اي والله تكفى، ابعد شوي، اقعد ابعد من كذي، ابعد من كذي. تبين اروح تونا مارينا كريسنت واخذكم على الهواء؟ والله قبل فرح قعدت، يا الله يسلمك، والله قعدت الصبح اليوم ولا الصوت رح. ينفع غنى صح. إيه؟ البحه حلوه ترى، لاحظ اي اي بس طلوب بعد انت بسم الله عليك لما تطيح مريض تطيح طيحه شايده. ادري والله إيه ادري. إيه انا شوف قاعد احاول اقنع عمري، انا بس السؤال هو لان الحين صحته غير جو. اي اقول إيه انا قاعد اقول مواسم عندي التعب غريبه. لا والتغيير سيء، يعني فجاه مطر صار إيه كان برد صح، بعدين صار حر. اي امس رطوبه اي يعني الا شوي. اي يعني اليوم يقولون ان شاء الله ما يسمعنا استاذ سامي، اي قال مطر، يقولون انه في مطر صح. قال هو شوفي قال اليوم، قال اليوم ولا باكر، يا اليوم يا باكر، قال الاجواء راح تكون بارده بارده لانه في انخفاض. يا حلوه بعد الحين المره انخفاض درجات الحراره انزين، فراح يصير شوي برد تالي يرجع مره ثانيه الحر. الحر لا اي والله، ولكن الواضح والاكيد ان انا هلا جنان، حياتي 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 حياتي، يمكن عندك الخلطه انت. صباح الود. صباح النور. تمام تمام والله قاعد اشكي الحال، اشكي الحال لان الواضح الصوت صوتي زين. الحين سؤال والله بس يعني انتم ان شاء الله الامهات الله يحفظكم عندكم ما تدرسون منهج غير منهجنا، شنو افضل شيء الحين بابونج؟ اي وعسل لسان الثور. اي هذه الاشياء اللي من الحواي حلو، كل شيء روح وقول له عطني كل شيء، سلكت اول اي شيء اي شيء اي شيء، حطه بماي حار واشرب بس بس اموري طيبه بالحمد لله. انا يعني اعتذر اعتذر اليوم ان صوتي راح يكون وايد الطبقه هذه اللي عرفتيها الديب الديب إيه؟ إيه؟ الفخمه الفخمه صح، إيه؟ صح 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 راح ابهركم راح ابهركم، بس يعني ان شاء الله الله يعني يصبرنا ان شاء الله والامور طيبه. بس اهم شيء امس مو ما قدرت انام، انا ترى تويتر ماسحه ماسحه اوكي. اي تويتر انا ماسحه ماسحه. امس سمعت انه في خبر انه بيطلع خبر بالرويال فاميلي، اي والخبر في اعلان وايد مهم صح، وصار في اكشن وكل ما ابي انام ما بيطوفني شيء، اخر شيء ما صار شيء ما صار شيء. لا هم حاطين اتوقع ان الاعلان راح يكون من من امس ليوم الاربعاء اوكي، فيعني هو معطينك معزه يعني ايام وايد تقعد انت تفكر فيها التشويق هذا. اي شنو راح يصير اتوقع. اي والله اي فناطرين يلا ناطرين ان شاء الله ان شاء الله خير على قولتهم. ان شاء الله جنان صباح الخير. صباح لا واضح لا واضح هي هلا برغم الصباح. اهلا اهلا صباح الخير. زحمه والله عجقه كثير كثير ما تتخيل شنو اليوم. اليوم ما شاء الله صدق الماله واشوف قاعد يصير ازحم وازحم. شنو قاعد تكاثر ولا ما ادري السيارات قاعد الناس بلشت تلتزم الحين تقين يعني اليوم الزحمه مو طبيعيه ما ادري. اي اي اليوم زحمه وايد. انا اتفق حتى اليوم انا مريت وتصدقون قاعد العب لعبه جديده هذه، انا اسف حق الناس اليمي بس قمت يعني اشوف بحكم انهم اقراب يمي جيراني بالسياره. حلو قمت اكتشف انه يعني في قصص تصير يعني في احداث وايد اكشن داخل السياره. داخل السياره يعني لو في مسلسل احد يسلط الضوء يسمي رحلتي الى الدوام ولا الى توصيل اطفالي وايد في اكشن صح. يعني في مثلا في سياره تبارك الرحمن فيه نسبة هدوء غريبة يعني أنا يمكن مثبتهم أكثر من إشارة هادين نايمين ولا كلمة. وفي سيارة تبارك الرحمن وايد في عندهم قصص أي ما شاء الله الأبو يسولف الأطفال ورا يسولفون في في عرفتي. وفي سيارة اللهم لك الحمد يعني إن شاء الله يا رب يوصلهم بالسلامة أنا واضح الوالدة معصبة بالسيارة، ففي كل سيارة لها قصة صح. أنا فأحييكم كلكم من هذا المنبر ويا رب توصلون بالسلامة. إذا أكيد بدينا معاكم نغم الصباح ومثل ما دائما نتمنى ودائما نطلب منكم التزموا الله يخليكم بالقوانين اربط حزام الأمان لين توصلون بالسلامة. أكيد أنت تسمعنا نغم الصباح على مارينا اف ام 94 وتحت الهواء الحين. أعطوني كل أنواع الخلطات لو سمحتوا إن شاء الله.
اي والله انت تعبان مريض احتقان صح. أيوة. لا تغني قاعد تغني امس صح 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 عاد لا تدزوني انا قاعد اقول لكم من الحين انا على طريف ما راح تعطيني يا ليل يا عين بعد شويه ها شو اغنيه يا بعدهم كلهم لحظه دقيقه عبد الله عبد الله قاعد يسرع الاغنيه عبد المطلب لا تغني عبد الله المايك عندك ويا حلو هالاغنيه هذه صراحه ذكريات كلها والكلام الجميل والصوت الرائع عبد المجيد عبد الله قاعد صح 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 زين اموري زينه انا بعد والله صح صح حتى صوتي تغير صح اي الحين دائما السيجمنت الثاني هو هذا عرفت اللي خلاص تشوفين انه الحين عاد انا يعني بسالك سؤال دام انت بلشت انه قاعد تشوف الناس والسيارات والحوار حلو والقصص وكذي لعبتي صايره انا شو مختار الاشارات حسيت انزين من اللي يوصل حريم ولا ريايل ابهات ولا امهات اللي يوصلون عيالهم اي والله شوف العهد على الراوي يعني وانا واقف في الشارع اي نعم اي نعم انا والله اشوف الامهات اكثر بس هذا ما يمنع ان في ابهات يوصلون يعني الاكثر منه ما يقدر يسوي دراسه الاكثر منه خلنا نسال اي انت توصلين صح كنتي توصلين اي والله كنت شحليلي انا الله ابل فرح انت بس حرام يعني عشان لا تظلي مشينا يعني مرات لما اتوهق لا ابونا يوصل شفت شلون نص ونص شفته إيه لما تتوهق طبعا يعني بتكلم منه صح صح يعني مو فاهمه انا ايش فيك ابهات انا اشوفه وانا للامانه كان النقاش تحت الهواء ان فعلا احنا قاعد نشوف نسبه وايد كبيره حتى المستمعين اللي يتصلون علينا دائما نساء هما اللي يقولون قاعد نوصل عيالنا شفت ما شفت أبو مرة دق أنا قاعد أوصل عيالنا فشوية خفت صراحة يعني شتي ما جادلكم شوف أمانة بقصص فرح يعني اللي متصلين مع الأطفال أسمع صوت أبهات بالباكراوند يعني قصص فرح أمانة يعني حرام قاعدة أسمع بس صدق الماجوريتي والأكثر نساء النساء أول شيء صفقة صراحة حق الأمهات لأن إحنا نرد نقول أن أنتوا أدواركم تبارك الرحمن الحمد لله كثيرة في شهر الفضيل صح طباخ توصيل تدريس صح. تدريس اي والله تدريس راح تشكون الحال على الهواء اي تدريس بس الام تتحول مع التدريس شخصيه إيه. ثانيه صرت وايد متوحشه الام حيل وايد اجريسيف بس هذا ما يمنع ان نشوف والله نسوي استبيان ونتاكد ونعرف اذا دراستكم صحيحه ولا لا ابهات كبار الله يخليكم بس اليوم يومكم على 22-20-90-4 شير يور لوكيشن وقولوا لنا إذا أنتوا توصلون عيالكم ولا الأمهات يعني خلينا نشوف الأبهات أكثر ولا الأمهات وسؤال يطرح نفسه يعني ولا مو لازم ليش لا مو لازم ليش إحنا في شهر الفضيل ليش راح تسوي مشاكل صح نبي نوصل للفطور صح بأمن وأمان صحيح بس ما يمنع أن نقول 3-2-1 ساهر hit me لوكيشن وخلني اي شير لوكيشن ابهات اليوم يومكم الابهات والله قاعد احاتيكم سؤالنا اليوم يقول منو قاعد يوصل عياله انتوا الابهات او الامهات الله يحفظهم هني بالاستديو مصممين واثقين ان النسبه الاكبر هم خواتنا اللي يروحون يوصلون عيالهم وانا اتفهم احنا نبي اكيد في دراسه وفي تنسيق بينهم صحيح اوكي في تنسيق لازم. عشان لا يصير في يعني جنجال احنا حاتي وكلاشات فخلينا نشوف دراسه وين ورقه وقلم ورقه وقلم عشان اعرف التصويت مين راح يفوز 3-2-1 خلينا نشوف اول شيء عبد الله صباح الخير صباح النور هلا والله عبد الله فقرتك تفوز لا تشوف حبيبي يعني. طلو حبيبي والله برافو عليك انا لاني متاثر ترى وايد بابا فرح وطريقه كلامها واسلوبها فحبيت هذا الجانب عشان كذي اتخذت هذا المسار لا بس ما شاء الله عليك انت شايف كل كرتون الكره الارضيه ما شاء الله قاعد اقول لك طلو انا سالني ترى على فكره سالني ابو يوسف انا موسوعه ما شاء الله موسوعة ذي إيه؟ وطلو بقول ملاحظة أول كان أمي وأبوي يدشون علي وأنا طالع التلفزيون الفيديو أيه؟ شي يقولوا لي خلي ينفعك هذا والله نفع بعد العمر هذا خلي ينفعك هذا قالوا لي حبيبي الله يحفظك يا رب الله يسلمك عبد الله تتوصل ولا أنا أوصل هي تيب برافو حلوة أوكي هذا تنسيق برافو على فكرة على فكرة على فكرة أنا بقول حق أبو فرح ترى إذا الأمهات يودون فهذا امر فطري لان حتى بالطبيعه اللب واهل الصيد والاسد قاعد يريع على ريل وياكل وشوف حتى انا يا اسد لا لا لحظه هذه مسؤوليه مشتركه
لا شوف والله. حتى يعني أنا مرات أقول إن الحوار بالسيارة مع الأم يعني أنت تبين الصبح تعرفين شنو صح. شنو راح يسوون صح. يلا نعطي نصايح. أحس الأبو شوي حرام، مو إن أنتوا يعني جامدين بس يعني الحنان عند الأم. دشينا بالحنان. هو السؤال يقول من يوصل الأب ولا لا؟ لا أوكي خلاص ندمج. مسألة إنه وصلنا لمرحلة إن الأب ما يقدر يفتح سالفة. لا لا يفتح يفتح يعني شوف الله يرحمه أبوي هو كان اللي وصلنا. شفتوا شو؟ وكنا دائما يعني سوالفنا وروحتنا وردتنا مع أبوي بحكم إن أمي عندها شغلها يعني ما تقدر توصلنا. حلوين. فبس يعني الحين. زين انا بقول لكم ايش قاعد يصير بالتليفون. قول. تليفون حاليا إيه؟ الوان لا والله برتقالي اخضر ازرق احمر اصفر يعني كلهم كل اول مره في الوان اول مره اشوفها بالتليفون. الله يستر. فبشوف الظاهر واضح والاكيد ان الكل قلبه متروس. وناصر بدر صباح الخير. صباح الخير. يا هلا وغلا. هلا بالصوت. الله يعافيك. شفنا داق الكشف بدر تسمعنا؟ وصلت الدوام انا الحين. توقيت البرنامج شوي خليني حتى حفظ تقريبا ابله فرح كامل اليوم. حفظت كلمات حرف التاء. الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. انا عندي سؤال قبل لا اشارك السؤال. الحين جيهان طولوا ويانا عشان احسب حسابي لان واضح ان هي نصرت المرأة. والله هو شوف هو عشان بس نبتدي بداية صحيحة. هي جنان إذا تبي تسميها جهان. واضح. لا هو شوف يعني هي مو ناصرة المرأة يعني بس يعني إحنا مظلومين. أي صح 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 أنت برافو. أنت يا فهمني يا قاريني من عيوني. أنت أحسن إجابة جاكتها. صح صح صح. بدر أنت اللي توصل ولا الأهل؟ لا أنا ما وصل لكن أنا أتفق أن المرأة هي اللي توصل. يعني اللي قاعد أشوفه الحين واللي قاعدة عايشة يعني حتى في المجتمع اللي حوالينا. لا المرأة اللي قاعد طبعا للأسف إني أنا الحين قاعد أصوت حق المرأة. لا لا بالعكس. لا 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 أنت إنسان حقاني وأنت اللي قاعد تقوله صح صح. نقطة ثانية بعد نقطة ثانية أنا أتفق مع أبلة فرح اللي قالت إنه مو موضوع حنان لكن المشاركة داخل السيارة حوار. أي الحوار داخل السيارة دائما يكون من المرأة يعني دورها أكبر. يعني تمارس دورها كأم كل مكان. أغمز بدر ودافعينك. أغمز إن أنت في خطر. ليش يعني؟ صفق حق بدر. والله صفق. يلا زين زين حبيبي الله يحفظك يا رب درب السلامة. أكيد غريب شلون ليش يعني ترى؟ لا لأن صدق طلوب يعني أنت صدق الرجال يعني أنت هلا حقاني حقاني السوالف. لا ورمضان الحين بعد يعني تخيل يعني في رمضان عليكم أنتم يحفظكم الله يحفظكم يطول بعمركم. في منهم المدخنين الكيك قهوة من الصبح. يعني المرأة مو تقديرا بجد للرجل أجان أقول بس المرأة في عندها كنترول بالمشاعر. لا والله ممكن والله أنت قاعد تقولينها وريتشينشا ما شاء الله ترى ما شاء الله تبارك الرحمن الرقم مفول فأساس الناس ظاهر لا يزفونا. زينب صباح الخير. صباح الخير يسعد صباحكم. أهلا يا زينب. بارك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك. قولي لي زينب توصلين؟ أنا وصل والأبو يرد. برافو برافو. شوف هذا تعاون جدول جميل يعني لدرجة أنه هو غير دوامه عشان يقدر يرد. الله يعطي الصحة والعافية. الله يحفظكم يا رب ويتمم عليكم يا رب. زينب يقول ما يقدر الواحد على قولته يمشي الليلة كلها. صح صح. تعب كلنا نداوم كلنا وطن بصمة وكلنا عندنا مسؤولية. صح اتفق. فلازم الواحد يتشارك. زينب والله بس سؤال لأن شوية هني شوية حروني وأنا مريض. زينب بالسيارة والأطفال الله يحفظهم تفتحين سالفة وياهم؟ أنا أقول لك شنو الأشياء اللي نسويها. تكفيني طبعا إذا كانوا متشيطنين وفي عقاب نسكت سايلنت يصير. حلو. إذا لا مثلا نستغل الوقت نقرأ قرآن لازم مع بعض. جميل الله يحفظكم. نراجع دروس. ما شاء الله خوش درب. إذا في امتحان على السريع نراجع بعض المعلومات. حلو قحات اللي وراكم بالسيارة. فنستغل هالعشر دقائق توصيل إذا في شيء نقوله النصائح اليومية مالت المدرسة دير بالك الشطانة من هالحكي هذا كله تنقال بالسيارة ترى. والله يعني الله يحفظ عيالك يا رب إن شاء الله وتبارك الرحمن. جميل درب السلامة يا زينب. شكرا. مع السلامة. حبيت التنسيق شوفوا في أسرة تنسق دائما. صح. انا شوفي انا بعطيكم بو هاشم. والله بو هاشم قلبي معاك يا مشغل البالي ملتاع. عندكم بو هاشم صباح الخير. بو هاشم صبحكم الله بالخير يعطيكم العافية.
الله يعافيك. يسلمك يخليك. عساك بخير. بخير طول ما انت ومتحيننا بالاذاعه الطيبه. الله يسلمك ما قصرت. يسلم. هاشم توصل لي هال؟ انا مبتلش. من القلب. ايه. شلون؟ انا لان انا اللي اوصل انا اللي اخذ. يعطيك الف عافيه. شفتوا؟ يعافيك والله. صفقه صفقه حق خاصه الحين برمضان بعد قاعد يشوف البلاوي. والله على ما توصل بس. والله يا ابو هاشم والله مو بس على ما نوصل يعني على ابو حجتنا صيام والصيام لازم يكون تهذيب حق النفس. لكن اللي قاعد يشوف رجل مش يعني غير كذي. هرنات ما يخليك تطوف. ويسلمك طلوب بالنسبة لك عمي كثر دارسين وزنجبيل مع حليب ترى زين. تم والله تم بنطر الأذان إن شاء الله وحاضر حبيبي الله. إي والله وبالنسبة حق العيال طبعا أنا ما عندي نصائح حق عيالي لكن أهم شيء بنتي الجعدة. إي الله يحفظها. ليش إن عندي ثلاجة السيارة يسلمك لازم تكون الثلاجة متروسة ماي حق الظهر حقه. الله يحفظه يا رب الله يحفظه. ولا يا طلوب يا يبو احنا نتيجة ديمقراطية تصير عندنا. ايه. يشلخوني على ما اوصل البيت. حبيبي يا ابو هاشم الله يحفظك. حبيبي يعطيكم العافية وعساك بعدوا يا يبو. حياك الله. يا أحلى أبو هاشم تبارك الرحمن طاقته الجميلة ما شاء الله. من أبو هاشم نروح إلى أونو عبد الرحمن. صباح الخير. صباح الخير. هلا والله صباح الورد. يعافيك يا حبيب القلب شو صحتك؟ والله بخير الله يسلمك. أنصرنا توصل لي هل؟ من وصلكم غيري. الله عليك الله عليك. يقال والعهد على الراوي بالاستديو ان احنا ما نوصل احنا شايلين المهمة هذه. لا احنا ما قلنا ما توصلون يعني نص نص احنا صح قلنا الاغلبية حريم يوصلون. اوكي طب المايك عندك عبد الرحمن. انا اوصلهم وحتى عند المدرسة يسلم على الشباب بعد اشوف الاغلب هم الجيران والشباب. الشباب كلهم. الشباب كلهم حبيبي الله الله والله والله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك قواكم الله يا حبيبي تقبل طاعتك ودرب السلامه الله يحفظك يا رب. شكرا يا عبد الرحمن مع السلامه. عندكم فهد. صباح الخير. اهلا صباح النور يا فهد. يا هلا شلونك؟ مساكم خير. الله يسلمك. صحه وعافيه. توصل ولا شنو؟ والله نصابل الحد طلوب صراحة انا ما ودي ولا يجيب. حلو. انا بعد مشاوير دوام. اي يعني لما ضروبنا بعدين هم ترى ياخذون عرضية وياخذون مرضية وياخذون منو اللي ياخذ عرضية مرضية؟ خفت والله فهد علي طلوب احنا لما ما نودي اي ترى هم يعني صحيح انا بدري فهد ودي اصف وياك انت قاعد تقول حكي احس انه ودي اصف وياك بس انا قاعد احاتي انت وين بتودينا انا شويه رتشيت فهد خايف بس والله فهد قواك والله شوف انا اتفهم والله اي يعني اكيد انت عندك تنسيق صراحه اذا انت ما تودي انت عندك امور ثانيه بالله يعني مو غلط طلاب المشاوير اللي ما بعد الدوام الرسمي هي المتعبه لعمه العصر والمغرب عادي وطلبات المدارس والمراحل فهمي خفيف يودون ويجيبون بس عم يشغل صعب فيك انت صح والله صح صادق بتفق انا صراحه الله يحفظك يا رب الله يحفظك يعطيك الف عافيه فهد حبيبي فهد يعني ترى هو عشان نكون حقانيين احنا سؤال يقول انه اكثر يوصل صح الابهات ولا الامهات وصارت الحسبه وين وين سيتويشن يعني صح تعادل في تعادل يعني. ايه حاليا تعادل ثلاثه قالوا رجال ثلاثه نساء حلوين ايه. وفي ناس نسقوا صح في ناس قالوا ان في ناس توصل وفي ناس ترد صح صح حلوين؟ اي حلو بقى فاتن الفصال فاتن عندك فاتن فاتن عندك صباح الخير يا هلا صباح النور فاتن ما اتصلتي ابغى فرح شلونك ما اتصلتي قلتي لي الحرف اليوم والكلمه ناطرت جانا مو انا قاعد اسمعهم ما شاء الله يعني قالوا كل الاحرف مدري كل الكلمات يعني خاصه تمر عجبتني وشفتي اللي قالت تاج وتنوره وتراتشي اي 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 فول بدلة إيه وهذا تونس اي بدلة كاملة حبيبتي شو إيه حلوة انا بغيت الحمد لله بغيت اقول تلوب صح تلوب شو طافتنا هذه ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك فاتن توصلين؟ كنت كنت وتقاعدتي من التوصيل ولا شنو اعتزلتي؟ لا حطيت سايق
برافو. يا سلام. تفادي المناوشات الصبح. شفتوا في مناوشات بين الأمهات أكيد. إيه إيه لا لازم وخاصة مع الصبيان، يعني الصبي شلون بتنزله بدون ما تناوشه؟ اسم الله اسم الله. صح صح صح. إيه ما يصير، لازم إيه لازم تلعن خيرها، لازم. ليش والله إحنا مزعجين بس مو لهالدرجة يعني. لا ما يصير كل يوم طاق له وادم. إيه مسوي روحه أندرتيكر، ما يصير ويدافع ويقول لي أنا أدافع عن شنو اليهال اللي ينطقون يا قلبي. روبن لا طلع كذاب، ماكو أحد يروح يطيق وبعدين يقول في واحد مطقوق، ماكو أحد مطقوق. والله يعني الله يحفظ الكل. وبالعكس فاتن برافو عليك ان الواحد خلي يقول يعني يوعي الاطفال من هالناحيه هذه، فعلا ناحيه خلينا نقول الضرب والعنف، الواحد يحاول يبتعد عنه. كل عليهم مسوين روحهم بالمدرسه، يعني الكل الصبيان خاصه اللي بالمراهقه، ذلك المراهقه اسم الله، يسوون روحهم كذي نحن بتوع، عرفت؟ اي صح صح صح. اي وهم يسوون، هم يختلقون الهوشه بروحهم وهم يتهاوشون بروحهم. صح. مع ان الحين الساعات اكثر يعني والله. فاتن المفروض ان المشاكل شويه تقل، يعني ساعات الحين المدرسه 49 ما يمدينا، خلاص 41 الا خلصت السالفه. اي لا ما شاء الله عليهم. لا هم حتى بالصف هو خزني اسم الله، هو ما ادري شنو، هو راح قبلي، هو من شنو قطع علي قطه، هو يعني السوالف هذه مال الشباب ما تخلص ترى، وهم داخلهم والله هم من دخل، هم يبون يعني، هو يبي يتحرش، يبي يطق، فايش يسوي؟ يدور لأي سالفة. اي والله احنا كفيت بس انا يطق. كفيت وفيت، اهم شيء ان انت الامور مستتبة عندك وقاعد توعي. اي لا والله لا لا لا، علشان افتكت لك من هالسالفة، انا شفت انه ماكو فايدة فيني زين. قلت يا معود روح مع السائق انت ويات نياز بس الله يحفظك. والسائق ما ينصح فاتن؟ ما يعطينا لا 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 اشوى هذاك على السايلنت الحمد لله. اثنين ام ايه يوصلون ومساكتين. يا الله يحفظه يا رب، ان شاء الله يبلغك فيه يا رب ان شاء الله. انتم بعد ما يصير بعد وظيفته هو يوصل بعد ابوي صح، يعني هل لازم في حوار يعني؟ شو الجوب ديسكربشن اللي معطينا حق هذا؟ سولف مع بتشا كلم يقول لك والله مسكين مسكين نروح حق صفيه. صفيه صباح الخير. يا صباح الورد كيفكم؟ صحة وعافية صفيه. الله يخليكم يا رب. عندي بس لأبلة فرح حبيبتي، لو تحطينا فقرة غنائية صغيرة بين كل فترة هيك بس واحدة، تعطي هيك الجو كمان مرح. وبنفس الوقت حفيداتي أمريكان سكول حضرتك علمتيهم اللغة العربية، وكمان بشكرك كتير. الحمد لله يعني أثرتي على الأمريكان سكول برضو. الحمد لله حبيبتي. حبيبة قلبي. وركزوا إنه حفيداتي، يعني أنا 20 سنة أوصل أولادي بالزمانات والحين حفيداتي، ما شاء الله. يعني المرأة هي اللي بتوصل. والله صفية شكراً. أنا دائما نعم. وياك أنت لا بس جد ضلوبي والله، يعني لهلا بالإمرجنسي أنا بوصل أحفادي وبجيبهم وعشقي حفظ. لأنه أحلى حديث بالسيارة مع الأطفال. صح. وأتمنى أصلاً نبعد عن السواقين والأهل هم اللي وصوا، سواء الأم أو الأب. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله، ويبلغ فيهم وتشوفينهم بأعلى المراكز يا رب. الله يحفظك يا رب. اتفقنا خلاص، يعني اتفقنا أن 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 أنتوا شنو تبون؟ أنتوا صح. كمل ولا تمام؟ لا بس ولو ضحت الحمد لله. شباب برافو عليكم حق اللي قوصون. أمهات والله برافو عليكم، ألف 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 برافو. أدري وايد صعب، أدري يمكن مشاغل الحياة اليوم الأب ولا الأم اللي قاعد يوصلون هم مو ما عندهم شيء، عندهم وظيفة، عندهم بصمة، عندهم أمور، تراكمات، التزامات، ضغوطات الحياة. فيعني صراحة خاصة اللي ما عندهم أحد يساعدهم كباص ولا كعامل سايق ممكن يوصلهم، فاللي قاعد يوصل عياله حاليا صدقني حاسين فيك من القلب إلى القلب. عشان كذي بنحط لكم أغاني هادية. والله خليكم اليوم على الفطور، حاولوا لا تبطلون هالموضوع. صح صح. يمكن نبشنا شلون كل السنين أنا أوصل باكر أنت توصل أخا شو أسعب من غم الصباح يعني لا تكمل. عاد والله ترى تبارك الرحمن يعني الساعات قاعد تطير. صح صح. يعني اشوف انه يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت اليوم يقولون ان ساعات النهار يعني معادله لساعات الليل. صح. اي فانا مصدق ما تحس حاليا 100% وما شاء الله وصلنا اليوم الثامن. صح. اي يعني ما شاء الله. يعني بس خلص رمضان الحمد لله. خلص. ما شاء الله. قرقعان. متى القرقعان؟ الاسبوع الجاي. صح شلون عبد المطلب قاعد يسال سؤالي متى القرقعان يعني متى؟ بس يعني حبيت افاجئك وقلت سبحان الله اذا لا تنسونا. وين السوق طق؟
على القرقيعان والاشياء والتجهيزات خلصتوا سويتوا لهم انتم تسوون هالشغلات هذه؟ اي والله نسوي. انا لا احنا كل شيء نسوي. لا ابلا احنا كل شيء نسوي. يعني انا حدي يعني اول كنا نحط الحلاوه والمحلاوه اكتشفت انه يعني ما يحبون البوكسز ولا هالاشياء الاطفال يعني يبون المضمون اللي داخل صح. فقلنا يا نسوي زبيل ونحط فيه الحلاوه والكاكاو ونسوي نظام النون نحذف عليها ولا تشيس ونعبيه او قمنا نسوي الاسهل ايس كريم بوب كورن أوكي. اشياء يعني خلاص بدون التكسر نسبة اليهال عندكم اللي قرقعون كم عمرهم؟ اسم الله يعني من سنتين لعط 13-14 39 سنة ما يصير بلا لا لا, لا كلنا إيه تقول بوب كورن وايس كريم هذا خوش قرقعان والله شوفي تبين قرقعان يريح شنو؟ سوي البقالة صح حتى كذي كراتين هو يفطر ايوه احنا نفنتك احنا انتوا جيراننا صح؟ ايه تسوون البقالة؟ تكفون انا قاعد ادور افكار قاعد احاول والله شوفوا انا ما زلت اقول ان كل شيء بسيط حلو صح واتفهم وارد اقول مره ثانيه في امهات وابهات يحبون عيالهم يبي يفرحون فيهم وعليهم بالعافيه ومن حقهم ان يسوون على قولتهم الاكشن كله صح بس البساطه حلوه طبعا. خاصه هالمناسبات هذه هي فكره القرقيعان ان الاطفال ترى في شيء انا وايد احبه من القرقيعان نفسه الياهل يعتمد على الثقه بالنفس صح ترى هو اللي يطلع بروحه صح يعني صدق ان في مراقبه من الاسره قاعد يهتمون يشوفون وين رايح بس ترى بالنهايه هو يحس ان انا اللي طلعت طبعا وانا قاعد اروح من بيت لبيت وانا اللي قاعد اطلب هذه ترى فيها وانا اللي قاعد اغني صح بس هذه بعد اولياء الامور الله يحفظكم ما تخلوني اغني شجره العائله كلها حمود وخلود وعبود ولحظه منو ناسين بعد اي ما يصير رياهل يتعب لا وفجاه لما يعني الاطفال يحوسون ويدشون لك على الديوانيه عاد شوف الديوانيه الشباب ما شاء الله يعني استغلال فل صح مره صارت صراحه واخر شيء ما عندنا قرقيعان اي مساكين بس حبيناهم يوم دشوا شيء يسوي يعني كيوت الياهل اذا ايش اعطيتيهم يعني حلو على الاقل كان في مواعين عرفتي جيمات والله ما عبرونا يقول لك من ذاك السنه ما كانوا يمرونا بس والله صدق احس البساطه حلوه صح ونفس الوقت يعني ما نبي العاده الجميله هذه انها تتغير وتتحور لشيء ثاني صراحه حلو البساطه هذه تشي تخمطين انت الفستق هذا والحلاوه تشي عرفتي ويرد البيت يحس بانجاز بايرتس اوف ذا كاريبيان يحس راد بغنيمه حرب يعني من كثر الوناسه فالله يحفظ عيالكم الأكيد إنه إحنا أما البوكسات الكشخة شاكل صادقين شوية اللي فيها ليرة هذه ما أدري هذه سبيكة إيه سبيكة هذه لا تنسون الله يحفظكم إحنا كبار ما فينا ننتقل من بيت لبيت الأكيد كنت تقرقع وأنت صغير إيه شوية صدقين حقبة وايد بسيطة في حياتي لا إحنا كان فل بلان شون يعني كنا نقعد مع بعض العائلة ونقعد نخطط اليوم راح نقرقع بهالمنطقة حلو ليش؟ لأن هالمنطقة قرقعانهم حلو كشخة كول اي انزين أي بيت هذا البيت نطوفه هذا البيت ما راح يعطينا كذي كان يعني ما شاء الله كان في خطة بلان كاملة ضاق خلقي قولي ليش؟ ليش؟ أحس إذا في نفس الجروب بصوب منطقتنا إحنا البيت اللي يطوفونه اللي يطفون ليتات صح؟ اي منطق الجرس مات صح صح إحنا البيت هذا والله ودي تصدقين يعني كل سنة أقول إن شاء الله يا رب ودي شيء يعني أقعد بالحوش أقعد أي مشكلة إن هالفترة تلاقين طالع يا مشوار يا معزوم غبقة يا عندي بادل فتوهقي والله توهق بس وعد إن شاء الله راح أحاول على الأقل يوم واحد صح يوم واحد ونسي الياهال ترى والله صدق متعة الأطفال وهم مبتسمين تسوى الدنيا وما فيها اي عاد ان شاء الله فهمتوا القرقعان ان شاء الله ان شاء الله واصل واصل حنيت وايد من اول رمضان اي انا قلت سبحان الله يقول لك الذكرى زينه صح اذكركم كثر ما هذا الله يحفظ عيالكم ويخليهم يا رب ان شاء الله مستمرين معكم في نغم الصباح انتم تسمعونا على مارينا اف ام 94 من الاغاني اللي ما ادري ايش اقول على كثر ما اسمعها ما امل منها تذكرني باسبانيا والله قميص لينن بطلبه كبوس قش يا ملقه Vamos. الكويت اليوم. الكويت اليوم نغم الصباح وبداية مع أول خبر جامعة الكويت التقديم لبرامج الدراسات العليا حتى 13 أبريل واختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين راح تنطلق إن شاء الله بعدها بثلاثة أيام.
الطرق افتتاح تحويلة مرورية على دار الثاني أمام منطقة الدسمة. المواصلات خدمات الفايبر لأربع مناطق سلوى ورميثيل بدعوا الفنطاس الزراعي. أشوه سلوى وصلنا سلوى هلا والله بسلوى العظيمة. أما الداخلية فاستقبال مخالفي الإقامة حتى 17 يونيو المقبل. ستة عند جلال ستة العجيري عطارد بدأ رحلة استطالته ويستمر حتى 24 الجاري، وسيتمكن الراصدون والهواة في الكويت من رؤيته لأطول فترة زمنية. البلدية 5 دنانير شهريا للإعلانات الموسمية للمتر المربع و75 دينار للمتحركة سنويا. جميل جدا. عندي أحلى خبر. أحلى خبر الفلوس. التربية إيداع المكافآت المتأخرة ان شاء الله الاسبوع الجاي. عليكم بالعافيه وهلا هلا. منو عنده منو تربيه؟ تربيه انا اوف ما منو وين ما دامت تسمع فجاه منو انا. ويا يعني وجنان وابله فرح، الخبر الاخير صراحه مو بعيد عن جمال اللي قبل شوي سولفتي عنه. وزارة الإعلام الاستعداد لإطلاق منصة 51 الرقمية 12 مايو المقبل إن شاء الله، اللي راح تبث لمحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الذكية. وتم اختيار تاريخ 12 مايو كونه يصادف ذكرى انطلاق الإذاعة الكويتية تاريخ 12 مايو 1951، واختيار الاسم 51 لرمزية السنة اللي انطلقت فيها الإذاعة. صراحة خبر جدا جميل. الله يوفقكم يا رب إن شاء الله، وتكون هذه البداية اللي احنا فعلا ناطرينها منذ عبرتهم سنوات طويله. اي والله شايكم سنوات طويله وايد حلوه صح؟ صراحه صح. واول مره الصراحه ان ادري انه يعني فيها المعلومات الحلوه ان 1951 وشان الاسم يعني شيء التفاصيل دائما التفاصيل. ولان انا وايد احب التفاصيل فانا احب تفاصيل الاجواء والطقس، ومعروف عني انا عبد المطلب الفوركاست صحيح. يعني اصلا وصلت لمرحله امس انا كنت معزوم غبقه، الناس قام تسألني ما شاء الله مطلبة شنو تتوقع أحوال الطقس الأيام الجاية، ويقولون وأنا أبدع دائما. ولكن الأكيد 3-2-1 ساهر هيت مي. جونا اليوم طافتني هذه صدقي، نسيتها شيء جديد علي. سامة صباح الخير. صباح النور وطلوب وأبا فرح وجنان. أهلا وسهلا. والله شلونكم؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ الحمد لله تمام. شلون الجو؟ الجو عن طلوب. لما انا سالتك انت يعني سامع انا مدرستك سامع انا طالب مدرستك. والله سامع شوف انا بقول الجو وانت يعني اصلح لي. احنا ان شاء الله يعني مقبلين على امطار متفرقه وسامع على قاعد اشوفه حاليا، لان الرياح الجايه يشوف يعني الغيم صاك الغيم. اي والله فاحنا مقبلين على، ولكن شوف هذه وسام هذه قويه ركز عليها. خلال الفتره الجايه ان شاء الله راح نلاحظ انخفاض درجه حراره، هي مو انخفاض ولكن لان احنا في الفتره اللي طافت كنا خلال فتره النهار كنا في درجات معتدله توصل ل 30، ولكن الفتره الجايه راح ننزل الى 23 فراح تلاحظون بشعور البروده. فه 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 يعني بيتغشمر معنا الجو. اي تهويشه وشوفوا سامة هذه الاقوى ها. وطبعا انخفاض درجه الحراره لا يخليكم تبالغون ترجعون تلبسون الشتوي، لان هي مجرد ايام بسيطه ان شاء الله وراح ترجع ترتفع، مو ترتفع عشان لا تخافون تقولون بطلب السبب. يعتدل الجو مره ثانيه بالثلاثينات. هذه ما راح اصلحها. ساقط اتجاهك وسامه. هذه ما راح اصلحها. والله وسامه احنا وصلنا ما شاء الله يوم الاثنين تبارك الرحمن يعني الاسبوع قاعد يركض، فان شاء الله من اليوم لغايه ان شاء الله الخميس او الجمعه شنو قاعد يصير من حاله الطقس؟ هو اليوم ان شاء الله يعني متوقع درجه الحراره العظمى راح توصل الى 30 درجه مئويه، والصورة تنخفض إلى 18 درجة مئوية. الجو متوقع راح يكون غائم جزئيا، ومتوقع تكون في يعني نشاط في سرعة الهواء الجنوبي الشرقي اللي راح تتراوح سرعتها من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة. في وقت متأخر من الليل متوقع يكون في فرصة أمطار رعدية متفرقة باشر إن شاء الله، راح تأثر في عبور جبهة هوائية باردة، راح تنخفض درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية، والصغرى بحدود 15 درجة مئوية.
الجو راح يكون يعني مع عبور الجبهة الهوائية الباردة الجو راح يكون غير مستقر وغائم جزئيا. الهواء راح يكون جنوبي شرقي يتحول إلى شمالي غربي، وسرعة الهواء تتراوح من 22 إلى 55 كيلومتر في الساعة. ومتوقع تكون في فرصة أمطار رعدية متفرقة، راح تكون الأمطار يعني ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة على بعض المناطق، وأيضا بعض المناطق راح تأثر في الغبار بسبب نشاط في سرعة الهواء. فباكر الأوضاع راح تكون غير مستقرة، والجو أيضا راح يكون غير مستقر، يعني المخطط حق كثير من الأنشطة خلينا نقول باكر إنه هو يحاول إنه يتابع النشرة الجوية، وأيضا التحذيرات الجوية راح تصدر باكر من إدارة الأرصاد الجوية بخصوص يعني الحالة المطرية أو حالة عدم الاستقرار بالجو متوقعة باكر. في يوم الأربعاء الجو إن شاء الله راح يكون مستقر مع سحب متفرقة، والهواء شمالي غربي تراوح سرعته من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. العظمى متوقع 26 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 15 درجة مئوية. وفي يوم الخميس متوقع العظمى 26 والصغرى تنخفض إلى 16 درجة مئوية، والجو راح يكون غائم جزئيا، والهواء شمالي غربي تراوح سرعته من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. فمرة ثانية يعني الأجواء خلال 24 ساعة القادمة راح تأثر جبهة هوائية باردة تنخفض مع درجة الحرارة. أيضا متوقع أنه راح يكون في حالة من عدم استقرار الطقس متوقعة في يوم أو الغد اللي هو يوم الثلاثاء، وفرص تكون السحب الركامية الرعدية، والأمطار راح تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على بعض المناطق. نسأل الله أن تكون أمطار خير على بلاد العباد، ورب العالمين يحفظ الجميع. اللهم آمين يا رب إن شاء الله. يا رب سامة اليوم بتشجيعك لو سمحت، أنا راح أشارك في بطولة بادل وراح أمثل اليوم اليوم إن شاء الله، وراح أمثل المارينا ماشي، وراح ان شاء الله راح ابيضها فالك الفوز، احس مسؤوليه يعني اسامه. ده انا لعبت تدري شنو يعني قاعد مثل المارينا يعني عشانين شجع. والله اسامه راح اقول لك التفاصيل، بس انا راح على قولتهم، انا وانا قاعد على قولتهم وانا قاعد العب وامثل اسم المارينا، فحط ببالك انا قاعد امثل حاله الطقس، قاعد امثل الاخبار، قاعد يعني راح ابدع اسامه ابدع. الوعد باشر شوف لي راح ترعد وتبرد ابد ابد. راح اشيخ راح اشيخ بالملعب اليوم. حبيبي الله يحفظك يا رب ان شاء الله، ويومك سعيد وجميل يا اسامه. فالك الفوز طلوب، وربي يحفظكم ويومكم سعيد. شكرا حبيبي اسامه، الله يحفظك يا رب. من حاله الطقس وتطمنا وعرفنا احوال الطقس، يمكن الاحوال شويه راح تكون يعني مثل ما قال اسامه في تغييرات جويه. انا ضايق خلقي على الانشطه اللي قاعده تصير، البطولات اللي برا اوتدور، وخاصه الحين بعد لما يعني ان شاء الله ان شاء الله ان التحذيرات ما تحول كلمه تحذيرات حق الطلبه واولياء الامور والهذا، باكر ما في دوام يعني. أي. اغلب الاطفال بس يسمعون، الطلبه والمراهقين بس يسمعون تحذيرات جويه ترى ها اي اوف وغرقه بتصير. لا يعني ان شاء الله التحذيرات بسيطه ونقدر نداوم. أنا يعني وأنا حتى بقول معلومة، أنا بالعكس سلامتكم وسلامة أطفالكم أكيد ما حد يزايد عليها، بس أنا ترى كنت طفل في يوم الأيام ما أذكر، ما مستحيل إن الأحوال تغيرت من ذاك الوقت. حاشنا مطر، حاشنا غبار، صح كنا نداوم ونروح وعادي طبيعي يعني. ليش كان في حتى فترة اللي يعني ترى عقب اللي لما صارت الضربة بين في أشياء اللي كذي هذا، ترى كنا نداوم صح يعني ما سياسياً اقتصادياً وجوياً كل الموضوع معنا ماشي، غبار صار بركان جيل ضد الصدمات داومين تروح تداوم. فيك أمل واحد إنك واحد شيء أحد من الأهل يقولك ترى اليوم خلاص اقعد، ما في الأمل انقطع هذا. إحنا شوف كان بيتنا يعني كل نهاية شهر أمي تعطينا يوم أوف، حبيت يعني كذي مكافأة. غير الاتش ار البيت هذا إجازة مثل ما عودناكم دائما في نغم الصباح، دائما نسمعكم الشيء الجديد. الأكيد في مجموعة من الأعمال الجميلة خاصة في شهر رمضان ومع المسلسلات وتتر المسلسلات، فنانين وايد كانوا لهم أعمال، واليوم راح نركز على واحد من الأعمال الجميلة بعد ما ساهر يسمعنا الفلاش. تويتر لو تدخلون تسوون سيرش على نعمة الأفوكاتو
راح تشوفون كمية الصدى الجميلة عن هذا المسلسل الجميل. كل حلقة أقوى من الثانية، وإحنا لحين واصلين الحلقة الثامنة. كمية الإبداع بالتمثيل، الحبكة الدرامية، يبين إن إحنا بنشوف مسلسل مليء بالأحداث الجميلة. والأكيد الأجمل إن تتر المسلسل الجميل هذا كان بعنوان أغنية يا حظ بصوت الفنانة أصالة، من كلمات ملاك عادل وألحان مدين. أصالة، اختيارك موفق لمسلسل ناجح جدا جدا جدا. يعني أنا أدري زحمة الأعمال الفنية برمضان، بس الواضح الكل قاعد يقول بطلبة هذا المسلسل، لازم تخلي بعين الاعتبار أهو مسلسلك برمضان. خلينا نشوف نعمة أفوكادو أصالة. الأكيد أن ضيفتنا تبارك الرحمن عندها مجموعة من القصص الجميلة، بس قبل لا أنتقل لها أبي أقول لكم أنها بدأت الكتابة الروايات عن طريق الصدفة في 2006، لأن في نهاية إحدى الروايات ما عجبتها، ومن هالبداية اللي انطلقت في عالم الروايات. في 2013 لأول مرة حولت واحدة من رواياتها لمسلسل بعنوان أحببتك منذ الصغر. عندها مجموعة من المسلسلات المقتبسة من رواياتها، بين قلبين، الديرفة، عشاق رقم الطلاق، وجمان، وحاليا في رمضان 2024 بعد غيابك عني أحد أعمالها من بطولة ألهام الفضالة، تركي اليوسف، وشهاب جوهر، ومرام، ومن التليفون ومن أغب الصباح نقول لك صباح الخير ومبارك عليك ما تبقى من شهر كاتبتنا والرواية علياء الكامي. صباح الخير. صباح الورد والسعادة وكل شيء حلو إن شاء الله. الله يحفظك يا رب، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم، أنا وايد سعيدة أني موجودة اليوم في نغم الصباح. وإحنا أسعد والله العظيم، يعني فعلا إحنا نتابع أعمالك ونستمتع وننتظر يعني ننطرهم نطرة. أقدر أقول لك أول شيء ألف مبروك يعني على العمل الجميل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ومشكورين على الكلام الحلو والمقدمة الجميلة اللي قلتوها. الله يحفظك يا رب. يمكن يعني عندي والله وايد أسئلة، يعني أنت بحر اسم العج الرحمن، بركب سفينتي وبنطلق بالرحلة الجميلة. يلا وأنا جاهزة. جميل. يمكن بالمسلسل لاحظنا أن في ثلاث خطوط رئيسية يعني وايد شدت المتابعين. عندنا خط شاهة وشعلان، وخط يعقوب وبشاير، وخط شيماء. شنو المفاجأة؟ انا ادري الكتاب ينحاشون من هالسؤال، بس شنو المفاجأة اللي ممكن نقدر نقول اللي خاشتها في الحبكة الدرامية؟ والله شوف، هم ثلاث خوات مثل ما انت قلت، شيماء وشاهة وبشاير، كل واحدة لها شخصية خاصة فيها. أيها. ومختلفين هم عن بعض حيل، تركيبتهم النفسية، افكارهم، مبادئهم، نظرتهم الى الحياة. يعني تلاقي شيماء اللي هي شهد سلمان، يعني الأم البيتوتية اللي ضحي حق العيال، الأم الصبورة، في حين روحة شاهة هي مريضة بثناء القطب. صح. تلاقيها عايشة بالماضي، تحسها ما كبرت، عرفت شلون؟ لا تزال شاهة صغيرة، بس هي في العمر الحالي لا تزال محكورة في الماضي. صحيح. وفي حبها القديم، وتفكر بالماضي، ما تفكر وايد بالأسرة، تفكر في نفسها أكثر. وبعدين لي بشاير العقلانية، صوت الضمير، صاحبة المبادئ، البنت البارة بأبوها، شخصية جميلة جدا صراحة قدمتها الفنانة روان العلي، جدا شخصية جميلة. قريب راح تتبدل الأحداث، بتشوفون يعني كل شخصية شلون تتعامل بشغل مغاير عن اللي تعودنا عليه بالحلقات السبع الأولى. ترى من اليوم تبدي الأحداث، اليوم حلقة 8 اليوم راح يكون فيها يعني توست شوي بالأحداث. يمكن هذا بينقلني، يعني انت تبارك الرحمن اللي تابع مالك يدري انه دائما في ابعاد نفسيه يعني في مسلسلاتك. راح نشوف في هذا المسلسل في عمق، يعني هل انت تقولين حق الجمهور نطروا في شغلات راح تصير اكثر؟ صح، في شغلات راح تصير اكثر، وفي تغيرات بالشخصيات الثلاثه، كل واحده منهم راح يتغير النمط اللي هي معتاده عليه، ويشوف شلون ظروف الانسان، يعني الانسان متى يعني نقدر نقول تقع شخصيته الحقيقيه، او يظهر جانب اخر من شخصيته تحت الضغوط الحياتيه. صحيح. لما تتغير ظروف فهو يتغير. جميل. فراح نشوف الحين ثلاث شخصيات شلون راح يكونون مع الظروف اللي بتصير لهم، لانه في وايد مفاجات بالعمل. نحب المفاجآت، احنا دائما نحب المفاجآت. احلى شيء عندنا كلنا نحبها. يعطيك العافيه استاذ علياء، صراحه انا سعيده اليوم، يعني يا بختي اليوم اني انا في نغم، ويعني صار من حظي اني انا اسولف معك واسالك اسئله. طبعا انا من الناس اللي انطر لما تخلصين كل المسلسل، لان الحماس يصير ابي حلقه ورا حلقه، فما اقدر انطر. اي فانطر لما يخلص المسلسل، بعدين نقعد عاد احنا نتابعه ورا بعض لمده اسبوع نخلصه كله مره واحده. يعطيك العافيه. من الاشياء اللي وايد حبيتها
وقاعدة أسولف مع طلوب وجاي قاعدة أقول لها أن أنت اكتشفتي أنك أنت كتبتي القصة بعد ما حبيتي نهاية كتاب معين. فإحنا وايد عندنا مثلا طلبة ومراهقين عندهم هذا الدفتر اللي كاتبين فيه القصص وكاتبين فيه روايات مخشينة تحت المخدة. فمتى تنصحين الواحد مثلا أو الشخص أنه يلا أنت الحين هذا الوقت اللي تنشر فيه كتاباتك، خاصة إحنا عندنا ما شاء الله جيل يعني الإيماجينيشن والخيال عنده وايد واسع، فشلون أنت تنصحين هالجيل الحالي؟ شوي أول شيء السبب اللي يخلي أي واحد يحب الكتابة ما يكتب هو الخوف. صح، الناس تخاف من الفشل أول شيء، تخاف من رأي الآخرين، تخاف من سخرية الآخرين. يعني ممكن يقول أنا أكتب لا أخاف يضحكون علي، أخاف ما يشترون كتابي، أخاف أكون يعني مو زي يعني مو تمام مو وايد يعني مثل ما يقولون not good enough، عرفت شلون؟ إني يعني أنشر كتاب. فأنا أقول لا، كتبوا بإحساسكم الخاص، لا تقلدون أحد، لا تخافوا من أحد. وأنا يعني النصيحة اللي سويتها من بداياتي للحين مستحيل أعطي أحد شيء كتبته قبل ما أنشره. الله عليك. لأن شنو لما نعطيهم أقول لهم قولوا لي رأيكم، ممكن يحبطوني، ممكن يوجهوني، فما ما تصير الكتابة كتابة علياء، ما تصير روح علياء، راح يقولوا لي هالشخصية غير، هالنهاية غيريها، هالستايل لا مو حلو كنا هني، فأنا بشري فكري راح يتأثر بالآخرين. وبعدين شنو المانع أن نخوض التجربة حتى لو فشلنا، حتى لو ما في شيء اسمه فشل أصلا، هي كلها تجارب بالحياة. شنو المشكلة إذا أنا سويت شيء أحبه ودي أسويه وما لاقى الصدى اللي أتمنى؟ عادي، صح، أسوي شيء ثاني وممكن أنجح وممكن أوصل وممكن الناس تحبني. فبالعكس لا تخافون، طلعوا الكتابات هذه من تحت المخدة وخلوا تشوفوا النور. خلوا تشوفوا النور. أتفق وياك. أحيانا وقت الواحد يكتب، خاصة أنا أتفهم وأنا أدري إنه يمكن كل حرف كل كلمة كل جملة كل مشهد بالنسبة لك قريب على قلبك، أكيد بس لازم وانت قاعد تكتبين القلب يميل لإحدى الشخصيات. اليوم لو بسأل علياء بقول لها منو من الشخصيات بهذا المسلسل اللي وانت قاعد تكتبين وانت قاعد تجمعين كل الأحرف والمشاهد هو الأقرب لقلبك؟ شاها. شاها شخصية إلهام، لأنها شخصية مركبة وعاطفية جدا جدا، إنسانة تحركها العاطفة. حتى أنا قلت حق أم فجر يعني قلت لها تدرين لو أنا كنت ممثلة كان اخترت أمثل شخصية والله شوفها يعني للأمانة في شخصية شاهي يمكن أنت ذكرتيها وأنا يعني أحب أرد مرة ثانية أسلط الضوء على هذا الموضوع. وصراحة أحييك أحيانا في بعض المواضيع يعني الواحد يبي يعرف أكثر لأنه يمكن ما شاف ما يعرف يسمع بس اليوم تسجيل الأدوار أنت في هذا خلينا نقول في هذه الشخصية هي مصابة بمرض ثنائي القطب يمكن صحيح. يعني هذا الموضوع يمكن احنا في دار مدار حياتنا نلتقي بهالناس يمكن وما عندنا اي معلومه عنهم. اليوم بالدور هذا ايش كثر الشخصيه ممكن راح تتعمق وياك بالمسلسل؟ طبعا ثنائي القطب مرض موجود في الحياه، ومثل ما انت قلت انت تشوف الشخص هذا يا انه فوق حيل يا انه تحت حيل. صح. نفسيا يعني، فتلاقي شاه دائما منطوي على نفسه وحزينه غرقانه بالحزن. والحين بالحلقات اللي جاية راح تشوفها فجأة شلون لما تصير هي وايد سعيدة، تصير أوفر سعيدة. هذا اللي توست. فبالناس ما عندهم يعني ما عنده يعني مشاعر يا فوق ثنائي القطب، يا بالقطب اللي فوق يا حيل تحت. حلو. ما في بالوسط، ما في يعني. ما في بالضبط. وبعدين ما في استقرار نفسي، تلاقي نوعا ما مزاجي، هو مو لأنه يبي يكون مزاجي، هو غصب عليه يكون مزاجي. وهو شخصية تحتاج الحنان والحب والتفاهم، شخصية يعني جدا عاطفية وجدا حساسة لأبعد الحدود. حتى تلاقيها هي مع أختها الصغيرة، لأن أختها دائما تنصحها، تهب فيها، تحبها وايد بس تنصحها، فتلاقيها تضايق منها، تسويها بلوك، ما تكلمها، فجأة تروح لها. حتى في حلقة أمس قالت حق بشاير إن قولي لي شنو نصحيني عشان أسوي عكس كلامك. فهي شخصية وتقول مشاعرها يعني، عرفت شلون؟ جميل. تعبر عن حزنها. فشخصية شاه وايد جميلة، أثرت فيني وايد.
كانت كنت أتعاطف معها وأقدر أفهمها يعني. وصلت يعني بالضبط الكتابات هذه قاعدة توصل لقلوبنا والله الأبانة. ترى أنا أعيش معهم الشخصيات وأكلمهم وأفكر فيهم. هذا كان سؤالي لك. أول شيء أعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك. صراحة أنا من الناس اللي جدا أحب أقرأ الكتب. وايد حبيت صراحة القصص اللي أنت كنتي تكتبينها والروايات، وأنا من أشد المعجبين. وأنا على فكرة من الناس اللي أحب أقرأ الرواية قبل لا أني أشوفها بالمسلسل، أحب أقارن ما أدري ليش. حلو حلو. بس يعني دائما أفكر يعني ما شاء الله عليك من يعني من رواية لرواية ومن شخصية لشخصية، شلون يعني دشين بالمود، شلون بلش نكتب، هل ما أدري يعني شنو الطقوس اللي انت تسوينها؟ شوفي انا اول شيء مستمعه جيده في الحياه يعني، فتلاقين دائما لما احد يسوي سالفه انا اسمعها يعني بتركيز. احب اسمع قصص الناس واحب اكثر اغوص في نفسياتهم، لان ممكن نفس الحدث يصير لي ويصير لشخص ثاني، بس كل واحد يتعامل معه وينظر له بطريقه مختلفه. فاحب هذا الشيء، احب اراقب الناس اسمعهم، فمنهم استوحي الافكار. يعني طبعاً الحين ترى اللي يقعدون معي ترى بالقعدات مثلاً مو يسولفون، فجأة يقولوا لي قربالش مو يشوف قصصنا بمسلسلات فكتبينهم بكتب وما تقولي لنا أنه صدم. كلنا سكتنا، عرضي تقعد تسوفي كلنا سكتنا ولا إيه يعني انت قبل خافوا مني شوية الحين. يمكن بروح على نقطة، يعني أنا ما أدري ورايتش، أنا أتفهم أحياناً الأعمال وزحمة الأعمال برمضان، الواحد يعني يبي يوصل العمل بأي طريقة كانت والناس إنها تشوف وتتعامل. رأيك الشخصي تحسين إن المسلسل إذا انعرض بشكل حصري على قناة ولا على منصة هل يأثر بشكل سلبي ولا إيجابي؟ والله شوف حاليا يعني اللي صاير بالنسبة للمشاهدين أغلبهم 90% يتابعون على منصات. صحيح. يعني صار العمل اللي مو معروض على منصة صعب ان الناس تتابع وتشوفه بالوقت اللي تبي. تعودنا نشوف على المنصات اغلبنا يعني. صحيح. حتى وبعدين خاصة ما في اعلانات، وهم يعني ان العمل بالوقت اللي انت ناس تشوفه اعطيك بوز ارجع له على قولتهم مرتاح. بالضبط، اشوفه بالليل، ثاني يوم اشوف الظهر، بالوقت اللي انا فاضي فيه وحاب اني اشوف اقدر اشوف. فطبعا شهر رمضان ما شاء الله الاعمال وايده، احيانا المشاهد يتشتت. صح. بس العمل الجيد يفرض نفسه يسوي صيت 100%. فحتى اذا مثلا بدايه رمضان تلاقي الناس مثلا ما تدري شو اللي تشوف، شوي شوي من اراء الاخرين والناس وكلامهم يبدون يدورون العمل اللي سمعوا انه هو جيد. اتفق وياك، وانت تبارك الرحمن يعني يعني شهادتنا فيك مجروحه الامانه. انت ترى انا اقلق وايد ليت رمضان انا ما نمت واحاتي واخاف ويعني يحستي ان شاء الله يشوفون عملي ان شاء الله يبرز ان شاء الله يسمعون عنه. والله يعني انا ترى وايد قلقه. وهذا يدل على ابداعك، قلقك، خوفك، اهتمامك. انت يعني اقل التفاصيل اليوم حتى واحنا قاعد نسمعك والله كلام يوصل للقلب. ايش كثر الشخصيات قريب على قلبك. انا بقول لك شيء، المعده حاطه سؤال، شوفي شلون بنسوي له تويست. تخيلي انا قررت اصير روائي وكاتب الحين. الله. هذا السؤال اكيد اي كاتب ما يحب اصلا انه يجاوبه، لانه هو يحب التشويق يصير حق المتلقي. تقول انه في شيء حصري ودك تقولينه حق نغم الصباح المسلسل، بس شوفي العكس، انا بعطيك شيء حصري. اوكي. اللي غنى تتر المسلسل منر هي نفسها اللي غنت لنا مقدمة نغم الصباح. الله منيرة يعني اختيار موفق وجميل وصوت رائع، وصراحة أنا سعيد جدا إن هي نفسها اللي تغني فعلا، فتوفقت صراحة ومبدعة. ودي أقول شيء على المقدمة. أول شيء أنا لما سألت الجروب الشركة المنتجة شنو راح تكون المقدمة، قالوا لي موسيقى، ما قالوا لي غنية وما سمعوني إياها، فاجئوني يعني. فأنا بحلقة واحد من شغلت الحلقة على المنصة، ففجأة شفت غنية والغنية لطيفة وفرفشية وحلوة. صحيح. والصوت جميل، فأنا وايد استأنس. الله يحفظك يا رب. يمكن سمعتها 10 مرات قبل أنا بشوف الحلقة، بس كنت أعيد الغنية. صوتها جميل وإحساسها حلو
وايد وايد أنا سعيدة طبعاً لأن نغم الصباح برنامجي المفضل. مشكور. بعد ثلاث غلاط منيرة. الله يحفظك. إحنا سعداء اليوم أسعدتينا باتصالك وفعلاً يعني أرد أقول إحنا فخورين فيك وإن شاء الله يا رب كل ماله ونشوف أعمالك الجميلة هذه سواء كانت روايات أو تتحول إلى مشاهد جميلة نستمتع فيها. تسلمون ما قصرت. الله يحفظك. الأكيد نتمنى لك يا رب يوم سعيد وجميل إن شاء الله. والأكيد أنت وعدتينا من اليوم في تويست فاللي قاعد يتابعون مسلسل ترى اليوم يومكم. مشاهدة ممتعة لكم كلكم وربي يحفظكم يسعدكم بارك عليكم كل الأيام الجاية. الله يحفظك. الله يحفظك. كانت معنا بالاتصال الهاتفي الكاتبة علياء الكاظمي في مسلسل احنا اليوم قاعد نتكلم عنه مسلسل جدا جميل واللي يبي يتابعه خلي يشوف عن طريق المنصات او عن طريق بعض القنوات اللي راح ينعرض هذا المسلسل بعد غيابك عني. قبل شوي احنا سولفنا عن موضوع الأغنية. بذكر الناس مرة ثانية منر اللي غنت أغنية مقدمة نغم الصباح بسمعكم المقدمة أوكي. عشان تربطون صوتها بأغنية المسلسل اللي راح أسمعكم على طول بعد نغم الصباح. يعني عادي يتكلم رامش بس تسجل صوته حسيت ولا هان عليك. يعني أبي فلاش بس رامش. أي أنا راح أرد لكم سون. مشكلة رامش ما قاعد يصرخ. ما قاعد يصرخ. صح صح صح. أنت وعدتني أني راح أشرب قهوته إن شاء الله ورا رمضان. صدقيني لأن أنا الوحيدة اللي ما شربتها للحين. أنا وياك. يلا لازم قهوة رامش. جماعة خيرة خيرة خيرة. سبحان الله مو سعادة تصير في مواضيع تتأجل. صح. الواحد يضيق خلقه يقول ليش تأجل؟ خيرة ما شربتوا قهوة رامش خيرة لأن أنتم ما تدرون أنه والله العظيم إيش راح يصير فيكم. يا أنكم ما تشربوا قهوة طول حياتكم يا ما راح أشوفكم بالمارينا. فأنا خيرة 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 بس إن شاء الله إن شاء الله على قولتهم أيامنا كلها جميلة وحلوة ونعودها في صحة وسلامة وعافية. بعترف اعتراف والله صج يعني يا حظي فيكم والله الوقت سهل. معاكم تبارك الرحمن مو يمضي سريعا يركض سريعا الحمد لله. طاقتكم هذه إن شاء الله يا رب دائما مستمرة الله يحفظكم. الله سعيد شكرا. وفخور بصداقتكم الحمد لله. احنا بعد سعيدين فيك. مشكورين. البايركس اي بايركس فاضي حسيت انا بس سكت ما فهمت صح بلا تدرون شنو طافني اقول حق الكاتب علياء يقول ان 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 تحطني في مشهد صح ترى صح صح قاعد تسمعني شخصية طلوب اي واصلا هي لو تبي اقول لها قصه حياتي راح تكتبها صدقيني راح تضرب وياها والله. على فكره يعني انا اللي لاحظتها بالعزيزه الكاتبه علياء ان هي لما تمثل او تكتب شخصيه تكتبها فعلا بعمق صح. يعني قاعده تشوف حتى الجانب النفسي وهذا انا عندي وايد مهم اصلا هذا اللي يقنعك بالدور 100% 100% يعني مو قاعد يهمها الشكل من برا كثر ما ان هي يعني تاخذ تفاصيل الشخصيه صح. نفسها وكل شيء يعود التفاصيل تفاصيله هي اللي تفرق تفاصيله هي اللي تخلي الواحد جدا يندمج ويحس فيها صح. انا بالامس تكلمت عن موضوع الاشاعات اللي ازعجنا صراحه صح. وتكلمنا عن البويز الجميل لأم سوزان ووصل لها ما شاء الله الحمد لله والخبر الجميل اللي وايد اسعدني صراحه أيه. ان هي تشكر نغم الصباح ومارينا اف ام وقالت يعني قلت لها ابي اطلع دور وياها تقول السنه الجايه انا وياها فراح ابتشيكم اي ضروري التوقيع والتصوير من الحين عشان لما ينشهر صح صح ما يشوف نفسه علينا صح صح, 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 صح فالحين شنو انا ابي مره ثانيه حق الكاتب علياء كاظمي اذا قاعد تسمعيني لو سمحتي المشهد الجاي دوري اوكي لرمضان الجاي اعمال 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 وين بطلبه ما عندي تصوير وين بطلبه بلوكيشن وين بطلبه قاعد هذا الله يحفظكم يا رب ويا رب يومكم سعيد وجميل نفس جمال قلوبكم. احنا وصلنا للختام كنت انا معاكم عبد المطلب نذر جلال قاسم وأبلة فرح والأكيد ساهر مرة المكسر وهزار من الإعداد سيو تومور إن شاء الله باكر ثلاثة ها ادعوا لي ترى اليوم بطولتي لا لا إن شاء الله إن شاء الله موفق تكفون تشجيع تكفون تكفون يا ويلكم مني زي دافز شنو تعطينا شيء بتسوي لنا شيء في فلوس في فلوس يلا إن شاء الله تفوز يا رب إن شاء الله يا كريم.